الصيام ومرضى السكري، كلنا يريد كسب الأجر، ولكن هل يتناسب الصيام مع أصحاب الأمراض المزمنة؟ ماذا عن الخطة العلاجية قبل رمضان؟ وما التدابير اللازمة وقت الأزمات؟ أنا سأخبرك. كثير ممن يعانون أمراضاً مزمنة كأمراض القلب وضغط الدم والسكري يشرعون في الصيام بشهر رمضان بغية كسب الأجر، ولكن دون وعي بما تتطلبه الحالة الصحية لديهم من رعاية واهتمام. فلا بد لمريض السكري وباقي الأمراض الأخرى ألا يمارس عادات عشوائية، بل حسب خطط طبية وتحت إشراف طبيب. هناك ثلاثة أنواع من مرض السكري المعروفة. فالنوع الأول يحدث حين يقوم جهاز المناعة بالجسم بمهاجمة الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين مباشرة ويدمرها، ما يستدعي أخذ جرعة يومية من الأنسولين المصنع مدى الحياة. أما مرضى النوع الثاني، والذين يمثلون نحو 90% إلى 95% من إجمالي مرضى السكري، فينتج البنكرياس لديهم كمية كافية من الأنسولين، غير أن الجسم ولأسباب غير مفهومة لا يستفيد منه ولا يستخدمه، فيبدأ المريض تدريجياً في الاتجاه نحو النوع الأول الذي لا يستغني عن الأنسولين طوال حياته. أما النوع الثالث والأخير فهو سكر الحمل، وهذا النوع يكون مؤقتاً بوجود الحمل فقط، ويتم تشخيصه ما بين الأسبوعين 24 و28 للحمل. ترجع أسباب الإصابة بمرض السكري إلى عدة مسببات يتفق فيها مرضى النوع الثاني ومريضات سكر الحمل أيضاً، والتي تتلخص في وجود العامل الوراثي والتاريخ العائلي مع المرض، أو زيادة الوزن والسمنة المفرطة، أو التقدم بالسن. أما النوع الأول فهو مشتق من الأمراض ذاتية المناعة، والتي تحدث حين يقوم جهاز المناعة بمهاجمة خلية أو عضو معين بالجسم من تلقاء نفسه، أو الوراثة أو بعض العوامل البيئية، أو الإصابة بنوع من الفيروسات قد يؤدي على المدى للإصابة بالسكري. وتتفق أنواع السكري كلها في الأعراض تقريباً، حيث يعاني المرضى من العطش الشديد جداً والرغبة الدائمة في التبول والشعور بالإجهاد ونقص الوزن، مع زيادة الرغبة في تناول الطعام والغثيان والالتهابات المتكررة وتشوش الرؤية. ينبغي على مريض السكري زيارة الطبيب قبل شهر رمضان والتخطيط لعملية الصيام حسب جدول يتناسب مع مستوى نسبة السكري وبحث إمكانية الصوم من عدمه. سيقوم الطبيب بزيادة جرعة الأنسولين المعتادة أو خفضها حسب حالتك، وسينصحك أيضاً بأن تتلقى الجرعة قبل الفطور مباشرة باعتباره التوقيت المناسب، ويوصيك بحمل الأدوية معك في كل مكان وبعض التمرات أو مشروباً سكرياً في حال تعرضت لانخفاض شديد في مستوى السكر، فيما سينصح مريض النوع الأول بعدم الصيام نهائياً لصعوبة تحمل جسمه فترات طويلة دون طعام. ينبغي التركيز على استهلاك الحبوب المكررة نظراً لاحتوائها على الألياف، مما يساعد على تنظيم السكري بالدم، هذا بالإضافة إلى البروتينات التي تتحول إلى النشا بدلاً من السكر. كما ينبغي التركيز على تناول 2 أو 3 ثمرات من الفاكهة الطازجة بدلاً من العصير، بالإضافة إلى الكثير من الخضروات. كذلك ينبغي التقليل من الأطعمة الدهنية وتناول ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات من الماء في الفترة ما بين الفطور إلى السحور، مع ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة قبل الفطور مباشرة، وعدم القيام بمجهود شاق في هذه الفترة. ختاماً، ينبغي على مريض السكري أن يعي حجم المسؤولية تجاه جسمه وأن يحرص على سلامته لقضاء شهر سعيد وصيام صحي
دمتم بخير وعافية.